بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي ان وصلك هذا الفيديو لا تخسر شيء ان عملت لايك وسبسكرايب هذه القناه تخسر المشتركين ولا تجذب المشتركين. بص احنا ماشيين عكس الناس، الناس بتزود واحنا بننقص، بس مش مهم. عزيزي ان وصلك هذا الفيديو وحسيت انه عجبك اعمل لايك وسبسكرايب، ما حسيتش انه عجبك ولا يهمك يا زميلي، مش تخسر برضو حاجه لو ما اشتركتش في القناه. تعال نتكلم على التشكيله المثاليه لكاس العالم يا اسطى، الافضل في كاس العالم قطر 2022 على حسب جريده الماركه الاسبانيه. طبعا كلنا عارفين الماركه الاسبانيه جريده واسعه الانتشار، قررت ان هي بعد نهايه البطوله مباشره امبارح ان هي تنزل بالتشكيله المثاليه. جاهز عزيزي؟ اه يا اسطى. نجوم المنتخب المغربي بيزين التشكيله زي ما قلت لك. انا اضحك عليك يا زميلي. في حراسه المرمى ايميليانو مارتينيز حارس منتخب الارجنتين، استحقها عن جداره. خط الدفاع اشرف حكيمي نجم منتخب المغرب حجز مكان ناحيه اليمين، وتاميندي الارجنتين مش عارف ازاي، و كورديول لاعب منتخب كرواتيا في القلب، وناحيه الشمال تيو هرنانديز لاعب المنتخب الفرنسي. خط النص انطوان جريزمان لاعب المنتخب الفرنسي، وبيلي بيلينجهام نجم المنتخب الانجليزي، وطبعا الديفندر سفيان مرابط. اه يا اسطى سفيان مرابط واشرف حكيمي. ابر سفيان مرابط يستحق عن جداره. سفيان مرابط محطوط مكان كازيميرو ومحطوط مكان لعيبه عظيمه جدا في عالم كره القدم. سفيان مرابط شال كل دول واتحط مكانهم. فعلا سفيان واحد من اهم اللعيبه اللي في الدوره. خط الهجوم انخيل دي ماريا منتخب الارجنتين، ليونيل ميسي الارجنتين، كيليان امبابي المنتخب الفرنسي. عزيزي انا بصراحه شايف ان من اجمل الحاجات اللي موجوده في التشكيله هو حكيمي وطبعا سفيان مرابط. اه يا اسطى حكيمي ومرابط منورين، ده غير طبعا عم الكوكب منور قدام في خط الهجوم. معلش يا اسطى هنحط تشكيله الافضل ما نحطش ميسي؟ لا احنا بنشتغل نفسنا ولا ايه؟ لا ميسي بص يا صاحبي احنا في اللي احنا فيه ده انجاز غير مسبوق، بس احنا قلنا الكلمه دي كتير واستهلكناها كتير مع منتخب المغرب، لكن فعلا اللي بيحصل حاجات فوق الانجاز وحاجات فوق الاعجاز. انت بتتكلم على اثنين لعيبه في المنتخب المغربي حاجزين مكان في التشكيله المثاليه لكاس العالم. انجاز انجاز غصب عني وغصب عنك. معلش يا اسطى حتى لو صحيفه، حتى لو تشكيله غير رسميه، الفيفا هتعلن التشكيله الرسميه كمان يومين ثلاثه، وممكن تلاقي التشكيله بتاعت كاس العالم نزلت، بس كده كده لازم يكون فيها لعيبه المنتخب المغربي. ليه؟ عشان خاطر لعيبه المنتخب المغربي عملوا عظمه وكانوا يستاهلوا الامانه ان هم يكونوا موجودين في جائزه الافضل. كان لازم يا زيدين وناح يفوز بجائزه افضل لاعب شاف في الدوري، بس هنعمل ايه يا عزيز؟ يعني معروف ان اللي بيكسب هو اللي بيتم تتويج لعيبته. يعني انا بالنسبه لي كنت شايف ان زيدين وناح افضل بكتير من انزو فرنانديز، مع احترامي الشديد لانزو فرنانديز نجم المنتخب الارجنتيني، لكن انا كنت شايف ان زيدين وناح كان يستحق جائزه افضل لاعب شاف. اما بالنسبه لاحسن حارس فصعب بعد اللي عمله ايميليانو مارتينيز ان ياسين بونو ينافس للاسف الشديد. فهو ده الفيديو عزيزي. لو عجبك بقى اعمل لايك وسبسكرايب، ما عجبكش ولا يهمك رايك واحترم هنسيب لك الرابط بتاع الخبر وخش اتفرج لو انت مش مصدق.